يقول الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات. هل المعنى أنه من الممكن قضاء مناسك الحج في أي من هذه الأشهر وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، أو ما هو المعنى الذي تشير إليه الآية؟ أرجو الإفادة عن ذلك وعن إمكانية الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، هل لا زال بابها مفتوحا أو موصدا؟ لو قرأت آخر الآية لوجدت الجواب فيه، نعم، لأن الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمعنى الآية الكريمة أن من أحرم بالحج في هذه الأشهر التي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فإنه ينعقد إحرامه ويصح إحرامه بالحج. أما مناسك الحج فإنها لا تؤدى إلا في وقتها، في أيام الحج التي أولها يوم عرفة وما بعده من المناسك. إنما الذي يصح في هذه الأشهر بداية من دخول شهر شوال هو الإحرام بالحج، فمن أحرم بالحج في هذه الفترة انعقد إحرامه وصح، وهذا هو معنى الآية الكريمة. فمن فرض فيهن الحج يعني من أحرم بالحج، ليس المعنى من أدى مناسك الحج فيها، لأن مناسك الحج تختص بوقت معين يبدأ من يوم عرفة وما بعده، وإنما الذي يصح من أعمال الحج في هذه الأشهر هو الإحرام فقط. نعم. وأما مسألة باب الاجتهاد وهل هو مفتوح أو لا، فالاجتهاد باب الاجتهاد مفتوح لأهله الذين عندهم المؤهلات التي يستطيعون بها الاجتهاد، ولكنه مغلق كل الإغلاق على من ليس من أهل الاجتهاد ولا يصلح للاجتهاد. وشروط المجتهد التي ذكرها أهل العلم أهمها: أولا، إحاطته بأدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما إلى ذلك. ثانيا، علمه بالناسخ والمنسوخ من الأدلة ومواضع الإجماع ومواضع الاختلاف. ثالثا، معرفته بما يصلح للاحتجاج من الأحاديث من حيث الصحة وعدمها. رابعا، إلمامه باللغة العربية والنحو ووجوه الإعراب. فإذا توفرت هذه الشروط في شخص جاز له الاجتهاد، أما من كان عادما لها أو لبعضها إنه لا يجوز له الاجتهاد لأنه غير مؤهل لذلك، فيكون اجتهاده ضررا عليه وعلى غيره لأنه ليس من ذوي الاختصاص. وأنت تعلم أن الطبيب إذا كان مؤهلا وحاذقا جاز له أن يعالج المرضى وأن يجري العمليات الدقيقة، أما إذا كان غير مختص فإنه يمنع من ذلك لأن في تمكينه جناية على أرواح الناس. والأحكام الشرعية أشد وأهم من ذلك، أهم من الأجسام وأهم من الحياة، فإذا تدخل فيها من ليس من أهلها أضر ذلك بالأمة وأضر ذلك بالشخص الذي دخل في شيء لا يستطيعه. وهذه المسألة كثيرا ما تتردد اليوم على ألسنة الناس، يقولون باب الاجتهاد مفتوح، وحد يقول باب الاجتهاد مغلق وما أشبه ذلك. لا بد من هذا التفصيل، أنه لا يقال باب الاجتهاد مفتوح مطلقا ولا مغلق مطلقا، وإنما باب الاجتهاد مفتوح لمن توفرت فيه شروط الاجتهاد وكان من المختصين. أما من لم يكن كذلك فإنه يغلق أمامه باب الاجتهاد ويجب الأخذ على يده لئلا يهلك نفسه ويهلك الأمة باجتهاداته الخاطئة. والله أعلم. جزاكم الله خير الجزاء.